بص يا معلم، خليني اوريك تكلفة ارخص سفرية لبالي. اول حاجة الفيزا عند الوصول ب 35 دولار، تذكرة الطيران ذهاب وعودة من القاهرة كلفتني 400 دولار، بس كنت حاجزها من بدري. هتوصل المطار تاخد شنطتك وتطلع على هوستل كامبونج تشانجو في منطقة اسمها تشانجو في باري. الهوستل ب 4.5 دولار في الليلة، هتحجز يومين. المكان خيالي، استغربت جدا ان في ناس كتير مش عارفاه. الهوستل عبارة عن غرفة كبيرة واسعة فيها سراير كتير وبتطل على حمام سباحة وحقول رز بتهدي أعصابك. النوع ده من الهوستلات بيكون هادي ومريح. في نوع تاني للحفلات والخروجات زي الهوستل ده، اسمه لاشي. في يوم واحد ممكن تتعرف على ناس من كل أنحاء العالم. موروكو، جرمني، انديا، نيدرلاند، تريندات، روسيا، استراليا، بالي. من ارخص الطرق اللي تقعد بيها وانت مسافر في اي حته حاجه اسمها هوستل او مساكن شباب، وبتقدروا تخططوا وتسافروا مع بعض لو مسافر لوحدك. غير انهم بيوفروا رحلات جماعيه، فهتقدر توفر لما تطلع مع مجموعه. اول يوم هتريح وتروح تاجر سكوتر لمده 6 ايام، هيكلفك تقريبا 20 دولار او 50 لو هتاجره شهر. وتخش على التجربه الاشهر في بالي، السموذي بول، من مكان اسمه خزنه، ارخص واحلى سموذي بول في بالي. سعره 2.5 دولار بس، بيملى بطنك اكنه غدا. خلصه واطلع استمتع بالغروب على شط باتو بلونج الاشهر في تشانجو، لان الغروب هناك من اجمل المناظر اللي هتشوفها في حياتك. منظر السحب في بالي مع الالوان مش هتشوف زيه في حته تانية. وبالليل جرب الاكل المحلي من السوق عندهم. قررنا نبعد عن الاماكن السياحيه شويه ونروح المناطق المحليه، فدلوقتي احنا في سوق محلي ليلي. بتشوف الاسعار يا جماعه مختلفه جدا عن الاماكن اللي احنا فيها. طبعا الاكل في السوق المحلي رخيص جدا. جربت اكله اندونيسيه مشهوره اسمها ناسي جورانج، عباره عن رز مقلي بالخضار والفراخ باقل من 2 دولار. بقولك سبايسي. وحاجه اسمها جاسوكي سورابايا، عباره عن ذره باللبن والجبنه السايحه، هتعجبكم جدا، باقل من دولار. السوق ده نص ساعه بس من المكان، هتحب الاجواء فيه جدا. صور مع الرقم. انا مسلم. انت مسلم. السلام عليكم. ما اسمك؟ عين الدين. اليوم الثاني هتروح تجرب ركوب الامواج باقل من 4 دولار، بيديك برد ساعتين وحصه سريعه وانزل يا معلم جرب براحتك. قضي يومك هناك لانك هتجوع جدا بعديها، فاجهز اللي جاي. هتروح تشتري فاكهه من كل نوع. ما تنسوش طبعا الفاكهه، لان هنا في انواع فاكهه انت عمرك ما جربتها في حياتك. وان بابايا، باشن فروت، دراجون فروت، وتجرب فيهم كلهم، لان الفاكهه هتكون جديده عليك وطعمها حلو جدا. اشتريت دراجون فروت وباشن فروت ومانجوستين. تديها كام من 10؟ 20. وسنيك فروت، شيلها بقى بس احنا هناكلها على طول دلوقتي. 10 من 10. ميزز، في منها ميزز وفي منها مسكر. جمال. وجاك فروت. فروت دي بقى اخت الدوريان، ليها ريحه قويه برضو بس دي مسموح بيها عادي الريحه، بس طعمها احلى من الدوريان بكتير. انا 6 من 10. ودي لقطه في تايلاند وانا بجرب الدوريان. الدوريان ده اقوى ريحه في العالم، ممنوع يخش المطار اصلا. لازق قوي. 37 يا كل ده 37000 بس. كل الفاكهه دي كلفتني 2.5 دولار بس. رايح في الهوستل، وبعد الغروب هتطلع على مطعم محلي حلو قوي اسمه وارونج لوكال. الاكل هناك متنوع جدا، مش رخيص زي السوق لكن يعتبر رخيص مقارنه بالمطاعم العاديه ويستحق. بتختار اللي انت عايزه من فراخ ولحمه وخضار. كل اللي طلبته ده كان حسابه 3.5 دولار بس. تالت يوم هتاخد بعضك وتطلع على اوبود. دي منطقه في وسط بالي، الاجواء فيها مختلفه عن تشانجو جدا، معروفه بالهدوء النفسي والخضره واليوجا والشلالات. انزل في هوستل WW Backpackers ب 6 دولار في الليله، والهوستل موقعه على نهر حرفيا، وفي اماكن للشغل حلوه جدا والسراير كبيره. انطلق اليوم ده على غابه القرود، الدخول ليها ب 5 دولار، وهتستمتع جدا بس خد حذرك لان القرود مشاغبين جدا. هتاكل بالليل في مطعم اسمه صندوق، مكان اسمه صندوق، موجود في أبود في بالي، فخلينا نخش نجربه.
كلت فيه فروت بول ووجبة اندونيسية والاتنين كلفوني اقل من 4 دولار. اليوم الرابع هتروح مكان خيالي اسمه تجالا لانج رايس تيريسز. دي اشهر حقول رز تزورها لو جيت بالي. مدرجات الرز على الشروق مع الاضاءة بتعمل مناظر خلابة. روح اتمشى وسط الحقول وجرب السوينج وسط الطبيعة لان شعورها حلو جدا. مش بس كده، اليوم ده اتغدى في مطعم اسمه ليانا، مطعم بيطل على شلال والوجبات فيه في رينج 3 دولار بس، كفايه المنظر وانت بتاكل. اليوم الخامس هتطلع على شلال نونج نونج، واحد من اقوى الشلالات اللي هتشوفها. قوه الميه وانت واقف تحت هتحسسك بالتواضع من عظمه خلق الله. الدخول للشلال باقل من دولار. اتغدى اليوم ده من اكل محلي من مطعم اسمه أبود ورونج. جرب اكلة اندونيسية مشهورة اسمها ساتي باقل من 2 دولار، والوجبات طعمها حلو جدا في المكان ده. اليوم السادس هتطلع على منطقة اسمها أولواتو، انزل في مكان اسمه باندي هيل، عبارة عن اكواخ ب15 دولار للفرد في الليلة على هضبة بتطل على منظر في قمة الجمال. استمتع شوية هناك واطلع على شاطئ من الشواطئ اللي فوق الهضاب، اتفرج على الناس وهي بتعمل سيرفين من فوق الهضبة، واشرب لك جوز هند بأقل من دولار. جمع طاقتك عشان آخر حاجة هتعملها انك هتروح تزور الطيارة المهجورة اللي تحولت لفيلا. منظر غريب جدا، حتى لو مدخلتهاش لازم تشوفها من قريب. بعد الغروب كل في مطعم جنب المكان على طول، سعر البيتزا هناك كانت أقل من 4 دولار. اليوم السابع هترجع بلدك، وبكده هتكون صرفت توتال 540 دولار تقريبا في سفرية رايقة البالي ما خدتش وقت. غيرت جو وفصلت عن العالم ورجعت في أقل من أسبوع. ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو وتشتركوا في القناة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.